ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الخميس 18 أغسطس 2022. اليوم ده ميمون جدا ليك، هيدعوك لحب حياتك النهارده، ليوم يعتبر مناسب جدا في حياة برج الدلو علشان تحافظ على الانسجام في حياتك العاطفية. انت مطالب بس انك تقضي وقت ممتع اكتر مع شريكك في اليوم ده. بالنسبة لكل الأشخاص اللي بينتظروا نعم كتيرة من شخص ما النهاردة، الوقت يعتبر مناسب علشان تحقق رغبة قلبك في اليوم ده. هيجلب ليك صدفة طيبة جدا، هيحق للأشخاص انهم يتقاضوا رواتب، يحصلوا على مزايا اعتبارا من اليوم ده، هتدعمهم وهتدعم كبار السن والصغار عندهم. نظرا لدعم الحظ ليكم، هيتم انشاء طرق جديدة علشان تكسبوا منها الدخل في الفترة دي بفضل بركات الله عليكم. من المرجح انه يحقق طلاب الدلو النهاردة نتائج مرجوة في كل موادهم المفضلة. بالنسبة ليك صحيا، ممكن تتمتع بوضع صحي كويس، بنصحك بانك تجري شوية تغيرات تعتبر مهمة في نمط حياتك علشان تحسس مناعتك. هيبدو انك بتميل في الايام دي للروحانية اكتر من خلال انك تنضم لطقوس دينية هتتمكن من خلالها من انك تقلل مستوى التوتر عندك. بالنسبة لحركة الكواكب في الصباح ده، بيشكل كل من فينوس والمشتري تارين يولدان طاقة ودية وبيشجعوا على رغبتنا في المثالية، بيرفعنا معنوياتنا اكتر، بيساعدنا على اننا نلين ونقوي نفسنا، هنكون متحمسين للغاية، مشاعرنا كبيرة بنتوسل لاننا نتعبر عنها، هتميل كل الايماءات الينا اننا تكون مدروسة اكتر، هنكون متفائلين مرحين متعاونين بشكل خاص. ممكن يكون وقتنا ده كسول شوية لحد ما يبقى في وقت للانغماس في اللذات، بيقلل تسامحنا من الوقاحة والفظاظة، هنكون منفتحين بشكل خاص، هنثق في كل الأشخاص اللي حوالينا وهنتوقع الأفضل من خلالها، هنفضل النزاهة والولاء. ومع كل ده بعد ظهر اليوم هتحدث النهاردة تخمسية مع عطارد وزحل، بيشير لبعض الحساسية تجاه تلقي الآخرين لأفكارنا، ممكن نتداخل القلق العقلي مع اتخاذ خيارات جديدة وعملية.